الأجواء في العالمين متميزة وساحرة جدا، طول الوقت في فعاليات مختلفة ومتميزة ومتنوعة. دلوقتي خلونا نروح لزميلي كريم بيبرز علشان نعرف منه تفاصيل أكتر على أهم الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة. مساء الخير عليك يا كريم، وعايز أعرف أنت موجود فين دلوقتي، لأن تقريبا في المنطقة الترفيهية وفي أجواء كده واستمتاع من الجمهور لمتابعة ماتش مصر وباراجواي. قولنا إيه الأجواء عندك النهاردة؟ تحياتي ليكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعلا زي ما قلتي بالظبط، أنا موجود في المنطقة الترفيهية، ويمكن يعني ثواني قبل ما نطلع مع بعض على الهواء دلوقتي، الحقيقة المنتخب المصري دخل جون التعادل وأحرز الهدف التعادل عن طريق إبراهيم عادل، والحقيقة عرضية جميلة جدا من يعني زيزو، يمكن هو نجم المنتخب المصري في الأولمبياد. يمكن المميز المرة دي يعني الأجواء ورايا الحقيقة كانت يعني لثواني معدودة كانت في حالة من الحزن كده مخيمة شوية على اللي موجودين الشباب والعائلات اللي متواجدين ورايا في المنطقة الترفيهيه، لانه مصر كانت خسرانه 1-0، وخلال يعني دقيقتين فاتوا بالظبط الحقيقه المنتخب المصري احرز هدف التعادل. المنتخب المصري الاولمبي الحقيقه يعني عامل مباريات قويه جدا، كان غلب الحقيقه قبل كده اسبانيا، واسبانيا دي من يعني المنتخبات القويه جدا جدا، عشان كده الحقيقه المميز في المهرجان المره دي انه الحقيقه يعني اداره المهرجان وفرت شاشه كبيره موجوده في خلفي الحقيقه للمواطنين اللي مرتادي المهرجان اللي موجودين في العالمين يجوا ويحضروا الماتشات الخاصه بالاولمبيات، وتحديدا ماتش المنتخب المصري. يمكن ورايا يعني الصوره يعني رائعه، فعلا الناس كلها متجمعه، الناس كلها فرحانه مبسوطه، بقول لك ثواني فعلا كان دخل الهدف المصري، وكان في يعني فرحه كبيره جدا وتنطيط وتسقيف في الممشى كله الحقيقه، تلاقي الصوت يعني رج العالمين كله الحقيقه. لكن الفعاليات ما بتخلصش بس هنا، يعني مش بس فكرة الشاشة اللي موجودة وعرض يعني الماتشات اللي موجودة في الأولمبياد، لكن الحقيقة النهاردة كان يوم مميز رياضي يعني مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه الموضوع ما اقتصرش على كرة القدم بس، النهاردة كمان كان موجود بجانب الشاشة العملاقة دي في ملعب لكرة السلة هاف كورت موجود بيطل على الشاطئ مباشرة، وده كان من مميزات المهرجان الحقيقة. المرة دي الشركة المتحدة انشأت الملعب ده الحقيقه مع اداره المهرجان، وبيكون فيه بطولات يعني كل اسبوع، ولكن النهارده كان موجود الحقيقه ابطالنا من ذوي الهمم، الحقيقه كانوا بيلعبوا كرة سلة، يمكن الفرقة الخاصة بالناشئين لكرة السلة على الكراسي المتحركة من ذوي الهمم كانوا موجودين النهاردة الحقيقة في ملعب كرة السلة، وعملوا ماتشات جميلة جدا ورائعة، وده كان مميز الحقيقة، إنه مش أول مرة نستضيف أبطالنا البارالمبيين أو حتى أبطالنا من ذوي الهمم يكونوا موجودين ويشاركوا في المهرجان. اتكلمت مع لعيبة كرة السلة الناشئين الشباب الصغار، شفت رأيهم كده، يا ترى ايه رأيكم فكرة ملعب كرة سلة في حد ذاته على العالمين او في العالمين على الشاطئ؟ الحقيقة يمكن كان اكتر حاجة اتكلموا فيها انه دايما متعودين انه ذوي الهمم اللي بيلعبوا كرة سلة على الكراسي المتحركة بيلعبوا جوه الصالات المغطاة، كان اكتر حاجة مبسوطين بيها النهاردة انه اللعب كان في الهواء الطلق على البحر، الاجواء كانت جميله، كانوا مبسوطين جدا جدا. الحقيقه انه في ناس يعني شايفينه ده يعني مؤشر كويس بيحرك من بيرفع من معنوياتهم، وكانوا مبسوطين. هم 8 لاعبين من ذوي الهمم كانوا موجودين على الكراسي المتحركه، وكان في طبعا لاعبين من ذوي الهمم موجودين برضو بيلعبوا كره سله لكن مش على الكراسي المتحركه، كانوا موجودين في ماتشات وديه اخرى على كره السله. كمان الحقيقه كره الطائره الشاطئيه كان في النهارده بطوله تانية، يمكن احنا كمان يعني في اخر شهر 7 تقريبا او في نص المهرجان تقريبا في نص عفوا الاسبوع الثاني من المهرجان كان في برضه بطوله لكره الطائره الشاطئيه موجوده هنا، ودي تاني مره تتعمل النهارده، كانت مستمره الحقيقه، كانت كره طائره شاطئيه للشباب وللبنات كانت موجوده النهارده كمان الحقيقه في المنطقه الترفيهيه. لكن الموضوع لا يقتصر فقط على الفعاليات الرياضيه، يعني وانا بتكلم معاكم كمان يمكن الصوره
تتكلم اكتر عن نفسها فيما يتعلق بالاقبال. خليني اخرج بس لمده 20 ثانيه من الكادر عشان اوريكم قد ايه يعني الاقبال الحقيقه بتاع الناس النهارده موجود في الممشى. بصوا الحقيقي اقبال كبير جدا جدا. الاقبال مش بس فئه معينه، يعني هنلاقي الحقيقه سيدات موجوده، هنلاقي اطفال صغيرين موجودين، هنلاقي شباب، هنلاقي كبار، كل الحقيقه. ودايما الحقيقه الهدف اللي بيجمع الناس كلها مش بس الفسحه والانبساط، ولكن دايما الهدف بيكون ان احنا نشجع منتخبنا ونشجع بلدنا. وده جزء مهم جدا الحقيقه من توجهات المهرجان بشكل عام، فكره ان احنا نؤمن ان احنا نقدر نحقق المستحيل. مدينه العالمين الجديده كانت قبل كده مدينه ال 20 مليون لغم، دلوقتي ادينا شايفين اعتقد الصوره بتتكلم عن نفسها. يمكن يعني تناسق الصوره، وجود الناس قاعده بتتفرج هنا على الماتش، والبين باجز قاعدين وراهم على طول ملعب كره القدم، وراهم الابراج اللي موجوده. يمكن الصوره فعلا بتتكلم عن نفسها. عايز اعرف منك هم رايهم ايه في العالمين وفي المهرجان وفي التفاعل اللي موجود كمان اللي احنا شايفينه وراك في الصوره، وكمان عن الفعاليات الكتيره اللي موجوده في المهرجان السنه دي. ده حقيقة الفعاليات بس ما اقتصرتش على الحاجات الرياضية اللي كنا بنتكلم عليها، لكن كمان الحقيقة في حفلات مهمة جدا موجودة ومسرحيات، فعاليات رياضية، فعاليات ثقافية، فعاليات ترفيهية. يعني لو اتكلمنا مثلا امبارح كان الحفل الهام جدا، حفل التسعينيات وراديو الكاسيت، تحديدا الكاسيت، كان في تفاعل كبير جدا جدا من الجمهور مع محمد فؤاد، مع إيهاب توفيق. الحقيقة كانوا يعني حفلة تاريخية حسب اللي حضر الحفلة، قالوا طول عمرهم نفسهم يجمعوا كل النجوم دول مع بعض في الحفلة، وكانوا مبسوطين جدا وطالبوا ان الحفلات دي تتعمل اكتر تاني وتالت ورابع. وقد ايه الموضوع ده اثر فيهم لانه رجعهم للزمن الجميل، وقالوا ان هم حابين كمان اولادهم يتربوا على الاغاني دي. الحقيقه انه كمان في فعاليات ثقافيه، يعني مثلا كان في مسرحيه الشهره للمخرج العالمي او المخرج الكبير خالد جلال، الحقيقه كانت موجوده امبارح والنهارده مستمره وبكره كمان مستمره. ده بالاضافه كمان للمسرحيات والعروض المختلفه اللي بتتعرض في المسرح الروماني. يعني المسرح الروماني كمان بيبقى عليه فعاليات مختلفة، من مسرحيات، من عروض، مواهب ناشئة، مواهب شابة، كل ده موجود. دار الأوبرا بتكون موجودة، مركز المواهب، تنمية المواهب بدار الأوبرا كان موجود. الحقيقة إنه الفعاليات متواجدة في كل حتة. كمان الحقيقة في الخاص ب اليو ارينا، يعني مش بس مقتصر على الحفلات، لكن كمان في شهر 8 الحقيقه هيكون في فعاليات مهمه جدا، زي هيكون في رالي، هيكون في دريفتنج بالعربيات، هيكون في عروض للطبخ، هيكون في اكتر من حاجه في اليو ارينا. بالاضافه كمان الحقيقه انه في خيمه خاصه كمان لمهرجان نبته للاطفال هيكون موجود برده في شهر 8. فالفعاليات مستهدفه كل الفئات، اطفال، شباب، سيدات، كبار، كل حاجة متاحة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. أشكرك كريم بيبرز، كنت معانا من المنطقة الترفيهية لنقل أهم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. شكرا جزيلا لك.